يعني لو كان على سفر ويعني ركب أو عاد من عمله ركب السيارة الرابعة والنصف والمغرب هيؤذن له، سيصل عند العشاء، هل له أن يصلي في الباص؟ يصل وين؟ إلى بيته. سفر. لا لا ده خطأ سبق لسان مني. يعني ليس سفر. لا هو لعله هو في عمله. في عمله وركب الباص. السيارة هيروح. نعم. ركب الساعة 4 ونص بعد صلاة العصر. طيب. هيصل العشاء والمغرب سيؤذن له وهو في الباص. لابد أن يطرح سؤاله. نعم. السؤال الذي يطرح هنا، هل هذا متكرر أم المسألة طارئة هنا؟ طرو المسألة لها حكم. اعتياد المسألة لها حكم. نعم. هذا هو ذاك. نجيب على ذلك. نعم. إن كانت طارئة فهو هنا الآن على ما قال الفقهاء السبعة في مسألة الجمع، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر ولا حضر، لما الأربعة لا يعملون به. الحق أن هناك من يعمل به من الفقهاء السبعة. والحديث حاكم ليس محكوما عليه. فنقول له الآن أخر، انتوي نية التأخير الجمع، جمع دون القصر. عشان هو مش على سفر. طبعا. أجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر. لما سئل ابن عباس علامة قال أراد ألا يحرج أمته. صلى الله عليه يرفع الحرج، وده مقصد من مقاصد الشريعة. فيؤخر المغرب إلى العشاء ويجمع ثلاثة، يصلي سبعة، يصلي المغرب ثلاثة. ثم يؤذن ويقيم للمغرب ثم يقيم للعشاء ويصليها دون نعم. دون القصر. هذا عند الطرو. نعم. عند الاعتياد لا، هذا ما يصح في حال من الأحوال، ولا بد أن ينزل ولا يركب في هذا الميعاد، إما أن يوقف الباص وينزل يصلي المغرب، وإما لا يركب إلا بعد صلاة المغرب. والله أرى بعض الناس ربما المواصلات أو السيارة أو الأتوبيس يقف وينزلون وعلى الرصيف يصلون. هو هذا يفعل ذلك. نعم. هذا صلاته، لا حياته صلاته. فمن تركها فقد كفر. عمر بن الخطاب يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ابن مسعود يقول لا دين لمن ترك الصلاة. بصلاة واحدة لابد أن يحافظ عليها حفاظا تاما. فهو ينزل من الباص، إذا قال لا ده متواصل ولا يقف، يبقى لا تركب إلا بعد المغرب. نعم. جزاكم الله